السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أستاذ أمين عبد الحسيب الدري. هنتعرف النهاردة إن شاء الله على كنز جديد من كنوز الذكاء الاصطناعي. يلا بينا ندخل على محرك البحث وهنكتب بيكس فيرسي. بيكس فيرسي.AI ابدأ يفتح معانا محرك البحث بالشكل ده كده. هنختار الرابط الأولاني اللي هو الكرييت. طبعا زي كل مواقع الذكاء الاصطناعي اهم نقطه فيه ان هو نبدا ان احنا نعمل من خلاله تسجيل. طيب ده هيعمل ايه الموقع ده معانا؟ الموقع ده هيعمل لي انشاء مقاطع فيديو جميله جدا بالذكاء الاصطناعي طبعا، من خلال الوصف او من خلال ان انت تحط صور وهو يحولها لك للايه فيديوهات. طيب هنا عندي اهوت الموقع زي ما انت شايف كده، بيقول لي ابدا من الويب او مجتمع مختلف، وهنا هيبدا يظهر لي مجموعه من الحاجات اهيت معموله من خلال ايه الموقع او الذكاء الاصطناعي، ودي الايه البرومبت بتاعها او الوصف بتاعها. طبعا ممكن ان انت تختار الحاجه اللي انت عاوزها وتبدا ان انت ايه تحملها او تنزلها تشتغل عندك. اقول له جيت ستارت، ابدا عشان يبدا طبعا يسمح لي ان انا ابدا اعمل تسجيل دخول وان انا اشتغل على الموقع بتاعي. بيبدا يقول لي طيب انت هتدخل من خلال ايه؟ هقول له مثلا من خلال جوجل او خلال جيميل. ظهرت هنا هي مجموعه من الفيديوهات، ممكن ان انت تدخل تشوف الفيديو ده معمول اهوت بالصين اهوت او الياباني، تبدا تشوف الايه الفيديوهات دي معموله ازاي. تبدا طبعا هنا في معمول هنا عدد العرض بتاعه او اللقطات بتاعه اكتر او اللي هي الناس شايفينه او بشكل افضل، فدي حاجات برده ممكن ان انت تعمل زيها بحيث ان ايه تبقى الناس تقدر تشوفها وتبدا تحقق من خلالها ربح. طيب هنا بوبلر فيديو اللي هي الفيديوهات او المقاطع الشعبيه، ماي فيديو اللي هي الفيديوهات الخاصه بي انا، هنا بعد اشرطه الفيديو الخاصه بي. طيب احنا عاوزين ننشي على طول، يلا نضغط على كرييت. اضغط على كرييت فبيجي يقول لي والله بص انت عند حضرتك حاجتين، اما ان انت تنشئ صور من خلال تكست، من خلال ان انت تكتب برومبت او وصف معين، طبعا هنشوف الوصف ده هيبقى ازاي، او من خلال ان انت ترفع صوره وهو يحولها لك لفيديو. طيب لو احنا جينا هنا على الوصف على التكست، يعني عندي حاجتين، في هنا برومبت تكتب الوصف اللي انت عاوزه، عاوز مثلا فيديو عباره عن ايه، هنا النيجاتيف انت مش عاوز ايه في الفيديو بتاعك، يعني ايه اللي انت عاوزه يبقى مش موجود في الفيديو، فانت بتبدا تعمل ايه النيجاتيف. طيب بعد كده هنا بتاخد الانماط او الاستايل، عاوزه انيميشن، عاوزه 3D وهكذا او اكتر من كده. طيب هتعرضه على ايه؟ 16:9 يوتيوب اللي هو العرض العادي، ولا عاوزه ريال، ولا عاوزه انستجرام، ولا ايه؟ فبتبدا تختار الحاجات دي كلها، بعد كده بتاخد هنا اللي هو الدرجه بتاعته، الوضوح بتاعته. طيب تعالى نبدا ندخل البرومبت بتاعي. هي هنا كده في البرومبت احط الوصف ده مثلا، وهبدا اختاره مثلا 3D. طبعا في هنا برضو اللي هي الاوامر بتاعتي، ممكن ان احنا نشوف ده عباره عن موجه او ملهم للانماط بتاعت الذكاء الاصطناعي، يعني هيستخدم الذكاء الاصطناعي عشان يحسن البرومبت بتاعك ده ويعمل وصف بطريقه ادق يعني او طريقه افضل. هتبدا ما تخلص هتبدا تضغط على كرييت انشاء، يبدا هنا يعمل هنسجل دخول تاني عادي مش مشكله. اول ما ضغطنا اهوت هنا راح جاي قال ايه يوز فيديو از ايه جنريتنج، الفيديو بتاعك بيتم انشاؤه او بيتم تخليقه دلوقتي لحظات، ويبدا ايه يعمل لي الفيديو. هنا عندي الفيديوهات وادي الفيديوهات بتاعتي اهي داخل الماي فيديوز، ادي الفيديو اهوت الاولاني. طبعا ممكن هو يعمل خروج ويدخل عادي المتصفح ده عادي مش مشكله عادي اهي تمام. طبعا انت ممكن تظبط انت التحسين بطريقة افضل حسب طبعا، كل ما تزود في الوصف بتاع البرومبت كل ما يظهر برضه بشكل ايه افضل. ادي الايه الفيديو بتاعي اهوت تمام. ده عباره عن ايه نص انا قلت له طفل يلعب امام مسجد او كده، فهو بدا يديني اهوت الشكل المسجد من ورا والطفل بيلعب اهوت. ابدا اختار، طبعا ممكن ان انت تكتب فيه برضو شخصيات كرتونيه او شخصيات موجوده او في الافلام او كده، فهيجيبها لك برضو وتختار بقى 3D تختار اللي انت عاوزه مفيش مشكله. يبقى ده احنا عملنا هنا كرييت عن طريق البرومبت او الوصف الابداعي اللي هو ده. طبعا انت ممكن ان انت برضو مش عاجبك الصور ممكن تحط البرومبت تاني وتعدل فيه مره واثنين وثلاثه. طيب لو احنا جينا نجرب برضو الايمج الصور، هنا بيجي يقول لي اهوت بص حضرتك كل اللي انت عليك ان انت تبدا، عندي هنا امرين في الايمج،
اما ان انت تختار صوره موجوده على الموقع عندك، او ان انت تختار صوره موجوده على اهو ديت سيلكت، بيبدا يقول لك بقى شوف هي مكانها فين وكلام من ده. لا انا عاوز بقى هنا اضغط على ابلود اللي هي الاولانيه، ابلود فايل، عشان اجيب صوره من عندي على جهاز الكمبيوتر الخاص بي. وممكن تكتب تحتيها كمان انت عاوز الصوره ديت تكون موجوده فين، تمام؟ ممكن تقول له الصوره ديت موجوده فين، او عاوزها تتحرك بشكل فلاني، او يعني اعمل له برومبت او وصف ابداعي برضو عشان يحول لك الصوره ديت للشكل اللي في مزاجك انت. طيب وبعد هنا عندي اللي هو السترونكس ده اللي هو الموشن اللي هو قوه الحركه، عاوزها تبقى حركه سريعه، حركه بطيئه، كلام من ده. السد اللي هي الدرجه بتاعتي او الايه الوضوح بتاعي، ابدا اختار واعمل جنريت. هنختار اي صوره مثلا اهو هنا كده، احط البرومبت وهنا درجه الحركه وكلام من ده، ظبط اللي انت عاوزه. هنا برضو هاي كواليتي بس ممكن يطلع لي اقول لي ديت في المدفوع، فانا مش هعمل هاي كواليتي، هختار كرييت بس مباشر. هيبدا ان هو هنا يبدا يعمل الايه جنريت اهو، ثواني بيقول لك هيبدا يعمل لك الفيديو بتاعك از جنريت. لو انت ضغطت مره واثنين وثلاثه كل مره بتضغط عليها بيعمل لك ايه، يولد لك فيديو ثاني ثالث رابع خامس سابع وهكذا، تمام؟ هنستظر لحظات على بال ما يبدا يعمل الفيديو. ادي هنا الفيديو اهوت اللي انا عملته، تعال نجرب كده نتفرج عليه. تمام بس كده هو اصلا بدا ايه، اول ما بقف على المؤشر كده بالمؤشر عليه بيبدا يستعرض لي الايه الجزئيه بتاعتها. الادوات هنا بتتحرك برضو، مش بس الكائن اللي قدامي، لا ده في هنا الادوات اهوت، في حاجات تظهر حاجات تختفي وحاجات في الصوره وهي هنا، تمام. طيب هنا لما انا اخترت الايه الصوره او الفيديو اسف اللي احنا عملناه، ممكن نضغط هنا على التلات نقط ديت. هنا عندي الديليت لو انت عاوز تحذفه، هنا عندي الاوبن لو انت عاوز تفتحه، اوبن سكرول، اوبن اند سكارد ده عشان تفتح في منطقه حاجه ثانيه موقع لوحه او صفحه لوحدها. هنا جو كرييت لو انت عاوز تعمل انشاء. هنا تبدا تتابع بقى اللفات او الحاجات اللي هي الناس اللي هيبدا يدخلوا. هنا البرومبت اللي انا عامله، هنا الدرجه بتاعت الوضوح والستايلات اللي انا واخدها. طبعا احنا عندي هنا برضو ثلاث انماط في موجودين اللي هو زي اللي في التكست برضو، بس هنا انت بتعمل اهو عندي اللي هو الريالتست والانمي وال3 دي، تبدا تختار الايه الحاجه اللي انت عاوزها منهم. تبدا تشوف الفيديوهات بتاعتك، عندك هنا الماي اهيت ماي فيديو ماي فيديوز الفيديوهات الخاصه بيا. هنا ادي الفيديو بتاعك، هنا ادي ايه الشريحه بتاعتك عاده. هنا تبدا تشوف المتابعين بتوعها كام، ومن المتابعات بتاعتك تقدر ان انت تاخد ربح كمان منها. اتمنى اذا عجب حضراتكم الفيديو ما تبخلش علينا بالاعجاب، اشترك معنا في القناه، تفعيل زر الجرس ليصلك منها كل جديد. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.